فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وذم اليهود فقال: وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله. قالت اليهود: يد الله مغلولة. وصفوا الله بالبخل، وصفوا الله بالبخل. قال جل وعلا: غلت أيديهم. فالله ألقى عليهم هذه الصفة وهي البخل، فلا يكون من اليهود إلا من هو من أبخل الناس، وما يكون من اليهود إلا وهو من أطمع الناس وأجشع الناس، فهم يأخذون ولا يعطون. والآن هذا مشاهد في اقتصادياتهم وفي تجاراتهم، أنهم يأخذون يمتصون أموال الناس ولكن لا ينفقون في وجوه الخير أو وجوه البر أو الإحسان. النصارى أكثر منهم تسامحا وأجود منهم في الإنفاق على ما فيهم من الضلال والكفر، لكن اليهود هم أبخل الناس، لأنهم لما وصفوا الله بالبخل الله ألقى هذا عليهم وعاقبهم به، فغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. بل يداه جل وعلا مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ينفق كيف يشاء. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.